في ثلاثة أمور معينة. طبعاً الاستعانة بالله والدعاء هذه أتوقع كلنا متفقين وخالصين منها. في من الأمور المهمة رقم واحد لا تيأس لا تيأس لا تيأس. رقم اثنين لا تحاول تتكلم عن إنجازاتك، خلي الإنجازات تتكلم عنك. إذا اهتميت بالكلام ترى بيقل عندك الفعل. بتلقى في أول طريقك من يقول تخيل أنت تصير مذيع، ولا تخيل أنت تبي تصير والله عندك براند، تبي تصير النوعيات ترى موجودين بكل مكان مثبطين. إذا التفت لهالنوعيات ترى بيأثرون فيك، فأنت لا تلتفت، خل بكرة هو يجي يتلصق فيك عشان يبي يصير مثلك. ترى هذا القصة حصلت يا رجال في الإعلام واجد تصير. صحيح واجد تصير. لا حصلت قبل يمكن أكثر من 1200 سنة. أسلم قصة الحاجب من منصور مر عليك أطلع. كانوا ثلاثة وهم كانوا يعني حمارين يعني يشلون على الحمار والله على ظهور، وكانوا شغلتهم يعني فيها مشقة وتعب، فيها مشقة وتعب على المستوى العالي. فكان مرة جالسين هو معه اثنين، فقال يوم من الأيام أنا سأصبح والي يعني والي. فقالوا له ضحك الجنب قال والله يا صرت والي سوي كذا كذا يعني أنك تهين الطريقة يعني فيها ازدراء وفيها شنكم. فقال الثاني إذا صرت أنت الوالي يوم من الأيام أنا سوي يعني مثل خوي أكثر. فمرت 20 سنة من كلامهم، هم بقوا على ما هم عليه وهو يطور من مهاراته يطور من مهاراته يطور من مهاراته لين يوم من الأيام أصبح هو الوالي هو الخليفة. الله. فقال جيبوا لي فلان وفلان. يوم جاء قالوا هذول الحين هم بالسوق، قال جيبوهم. يوم جاء قال تذكر يوم حنا جالسين يوم تقول كذا وكذا كذا كذا، قال والله الله. قال الآن الحكم يا ولد، حنا رفيزك، حنا خوياك، حنا أنت رفيزنا. قال ما فيه، أنتم مو قلتوا هذا كلامكم رد إليكم. فيعني لا كلامك حنا في بعض الأشياء إحنا ما ودنا نذكرها، صادق واللي حب القصة أنا أتمنى إنه يروح يبحث عنها بنفسه. في بعض الأشياء الجزء الأول عندي وباقي الجزء عندكم. البارت الثاني يبحث عنه. أيوة بالضبط. هي الفكرة لا تلتفت لأي مثبط ولو كان أقرب الناس، انتبه. أهم نقطتين بعدها مهم جدا 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 يكون عندك ذكاء اجتماعي. شوف الذكاء الاجتماعي أكثر ما يعينك على تحقيق أهدافك، حتى لو كنت غير مؤهل اللي تبي توصل له. سامحوني على الكلمة بعيدا عنكم يعني، والله العظيم أنت توصل بذكائك الاجتماعي. كيف ذكاء اجتماعي؟ وش معايير أنت أسلوبك، أنت وطريقتك، أنت أسلوبك. باختصار كل ما صادمت أكثر كل ما كان وصولك للهدف أبعد. خذها قاعدة. مرات طيب يقول لك أنا أسلك، بتسلك سلك، ترى مو بعيب إنك تسلك. ليس سيدا في قومه، ليس الغبي وش الأبيات، ولكن سيد قومه المتغابي كذا معنى عن البيت. الفكرة خلني أسلك، وش المشكلة إني أسلك؟ إيش بيضرني؟ كلام بلاش، خلني أسلك. أجامل حسابي عادي. لا شوف لحظة، بجعل حسابك وحسابك. لا جاء واحد قال عذرا كنت في محفل مثلا، ممتاز، مجموعة إعلاميين، عدد الإعلاميين ما شاء الله راعين تصوير والمشهور يترززون ويتقربون منه. خلنا نتكلم بصراحة ولا لا؟ صح. فلان مشهور أنا أتقرب منه، وأنا 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 وأنا. أنس ما يحب هالتصرفات ويرى أن فيها انتقاص أو ازدراء، كمثال طبعا أنس، ويشوف أنه هذه الطريقة يعني تنقص من قدري، أو أنه اللي يسوي كذا يعني معناها أنه قاعد يرمي نفسه بالعبارة العامية. فما دام أنس أصلا ما يتقبل هذا الشيء، ففي خاطره في الغالب اللي يشوف أي شخص يتقرب من فلان يأخذ منه موقف. صح؟ لا تسلك لي، صح ولا غلط؟ صح واجد. يا سلام عليك. فمن الذكاء الاجتماعي انك انت اذا قابلته ما تبين له ولا ذره شيء، سلم عليه واضحك ولا كان في شيء، ترى ذكاء اجتماعي. من الذكاء الاجتماعي انك انت كيف اذا كنت في مجلس، خلني اقول لك، وفيه واحد يعني خلنا نقول قاعد يهايط، من الذكاء انك تسلك ولا تصادم.
هو يعد سالفه يقول لا انت كذاب زبدي. يا سلام عليك، بعضهم انت كذاب، انت قاعد تهايط علينا، انت لا 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 كذا انت كسبت عداوه. خلي يسولف، متى ممكن اتكلم؟ اذا بمسك الحالي عشان ما تصير النصيحه، خلاص ما في نصيحه، لا الحالي اسولف معه وابين له. النقطه الاخيره والمهمه في الوصول للاهداف، ابن علاقات، كون علاقات قد ما تقدر. والله يا الربع، والله اتكلم عن نفسي مثلا، مثال حقيقي، في ناس كنت اقول موجود كنت اقول اتمنى ان يوم من الايام فقط اني اجلس معهم ولا اقابلهم. شخصيات معروفه في المجتمع، والله اني اتفاجا مع مرور الايام هم يراسلون، اما مثلا يبغون استضافه ولا يبغون كذا ولا كذا ولا كذا. والله العظيم ترى هذا مو معناه ان انا ناجح ولا لا 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 لا، اتكلم انه تحولات. كل ما كونت علاقات، كل ما وصلت الى اهداف انت ترى انها بعيده عنك، شفت العلاقات ترى تقرب البعيد. نتكلم بصراحه اكثر، قد يكون في بعض البرامج مثلا متسابق يدخل بواسطه بعلاقه، ما بيقى واسطه خلاها بعلاقه، مذيع يصير في قناه معينه مذيع وهو ما يعرف يقدم بعلاقه، صح ولا لا؟ صح. مرات تصير وظائف بعلاقه، صح ولا انا غلطان؟ صح صحيح. مرات تجيك تسهيلات في امور معينه بعلاقه، مرات تبي تجلس مع شخصيه معينه مرموقه بعلاقه قريب من فلان. صح. شفت، كل ما كونت علاقات كل ما صار هذا يعني وصولك للهدف قريب، وكل ما كانت علاقاتك محدوده كل ما صار الهدف الوصول له صعب، صعب بس مو مستحيل. فعلى كل حال عشان ما نطول في هالموضوع، هي الفكره يا اخواني انه كل واحد اذا حط له الهدف، المهم جدا انه يسعى للوصول له، مو بيحط هدف ينام، ما راح يجيك الهدف يمشي، فلازم انت تسعى له توصل. طيب قبل ما لانه قرب الختام، ابي تعليق منكم حول اللي تكلمنا عنه، تراه موضوع مهم. اليوم في واحد من الناس، في احد الاخوان احد الاخوات تلقى عنده اهداف كلها تبخرت بسبب مثبط حوله، ولا صديق يعني للاسف عطاه كلمه وحطمته، صح ولا لا؟ تصير هذه الاشياء. فودنا كذا نوجه رسائل اللي يتابعونا اليوم، لعل اليوم نعيد هذه الاهداف الى كل من يسعى لها. والله انا اقول الواجب على كل شخص يكون ايجابي في حياته، ايجابي مع الناس، خليك ايجابي مع الناس، خليك بالكلمه الطيبه مع الناس. اذا جاك احد متحمس للمشروع شيء خليك معه ايجابي، اذا شفت المشروع خطا علمه بطريقه ما هو تصادمه، حتى لو انه اخطا لكن علم في طريقه، في سبل تعلمه في الطريقه هذه عشان يتقبل منك. يمكن لو قلت له صادمته يمكن كابر ويسوي المشروع ده ويخسر نفسه ويخسر ماله ولا يخسر اصلا ما صح. فلازم الواحد يكون ايجابي في هذه الحياه، الحياه جميله جدا بالكلمه الطيبه بالكلمه الزينه. ولا بد اليوم حتى كنت اسولف انا في الهنجر، قلت في اهداف يوميه، في اهداف اسبوعيه، في اهداف شهريه، وفي اهداف سنويه. احسنت. في اهداف كل 5 سنوات او 10 سنوات. احسنت. استراتيجيه يسمونها. لازم الواحد يسوي له اهداف هذه في نهايه، مثلا حتى الشهر، نهايه الشهر خلال الشهر ذا تركز على الهدفين ذي او 3 اهداف ذي، تركز على ما تكثر عشان تبله، ما تبله اي عشان ما حطت هدف قدامك بتسوي كذا بتسوي كذا بتسوي كذا، تقعد تنجز في ذي 20%، هاي تنجزها 10%، هذه تنجزها 100%، فما في فائده. فلازم كل نهايه موعد يعني نهايه الشهر ذا تحاسب نفسك، تجلس مع نفسك وتحاسب نفسك على الشيء اللي سويته. يا سلام. وسواء الخطه، انا اقول لابد من كل شخص يحط له هدف يومي او اسبوعي او شهري او سنوي، وكل 5 سنوات او 10 سنوات عشان تمشي الحياة. والحياة هذا مطلب الحياة، من مطالب الحياة الشيء هذا. يا سلام. فهذه الحياة. طيب الله وجهك. ناحي أنا أبو عايض كفى وفى، لكن أنا ممكن عندي إضافة بسيطة، أنه على الإنسان أنه يكون متعاون ترى سامح من الذكاء الاجتماعي. شوف ما قال بزيد على كلام أنس، قال عندي إضافة. إيه نعم. ترى هذا من الذكاء الاجتماعي صحيح والله، ومن حسن التعامل طول عمرك. مع انه انا كان ودي ان يكون هذا التعامل الحسن مع محمد الطول ومحمد المسردي، انا صغير بس يلا
ما ودك يكون معنا. ما ودي يكون معنا. يعني مثلا مو قطع الواردك هذه دائما انا اقولها بعد. عاد إيه. قطعت ابو الوارد الله يحفظك ليش انت وارد؟ اضافة الى كلام الله حلوة عدوي اللدود انس على الانسان انه يكون متعاون مع الاخرين. انا كانت عندي والله ان يكون على الانسان انه يكون متعاون مع الاخرين وانه يكون موجه ما هو اقصائي. احسنت. احيانا الاقصائي ترتب عليه احيانا ممكن مو بس يكون مثلا فيه جفاف بالعلاقة، ممكن احيانا حتى ترتب انه تشعب هذه المشكلة، ممكن تكون بدل ما هي شخصية تكون عائلية، ممكن تكون يكون ايجابي ما يكون سلبي بعد. نعم. وفي بعض الاشخاص يقول لك انا جاف والله انا ما ودي اتقرب من فلان ولا اكون علاقة مع فلان عشان ما يقولون والله يرتجي من وراه، وهذا اكبر غلط. اي هذا غلط. احنا ندخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. موسى عليه السلام قال هارون اخي اشدد به عضدي واشركه في امري. هذه ما فيها شيء، بالعكس، لكن انك تكون بالمناطق المباحه اللي هي تظهرك بالشكل السليم كامل، انك بكرامتك وباحترامك للناس والكل. اقول الناس والكل بالله. نعم. لكن انك تكون تبني العلاقه بكامل احترامك وكامل تقديرك، وانه ما تحاول انك تكون مثلا ولا تكون علاقه مصلحه بحته، او انك تقلل من شخصك من شان انك تظن انك تعطي احترام زائد. صح. لانه فيها احد الشعراء يقول والله اني ناس البيت، لكن من ضمن ما يقول انه اي قيمه زائده تعطيها للشخص فهي مخصومه من قيمتك. يا سلام. بمعنى لا تعظم الاشخاص. نعم. يا سلام. محمد اليوم ماش. لا والله اني معك بس مركز بعد الكبيسه. والله والله انا غاضب. والله اخوياي كفوا ووفوا بالموضوع. بس يهمني رايك يا حبيبي. ايش رايك؟ احرجتني. كابك حلو. انت وراك مع الكام من امس؟ لا انك احرجتني فبحرجك انا. الله اكبر. شوف الناس ما بقول حلقه على الكام. صدق اني ان جبر خاطر بس. حلقتنا اليوم جبر خواطر. اسلم. اول شيء لا جيت بتسوي لك شيء او انك نويت لك انك تفتح مشروع مثلا او يعني حول هالشيء هذا، استشير اهل العقول. الله. اهل الخبرة. واهل الخبرة. والناس اللي حتى كلامه معك يعني مرتب. مو يجيك احد يصادمك مثل ما قال انس، يعني يجي يدخل بوجهك يا ولد لا تسوي كذا ولا تسوي كذا، هذا خليك انت تعاند. من طبيعة الانسان او اغلب الناس يعني لا جاء واحد يقول سولف له هاللون يبي يعانده وبس. مثل ما قال انس. تصير عكسية. ايه فتصير عكسية عليك وانت ما فت ولا الرجال استفاد. صح. مكيف طفك. وتذكر دائما ان كلمه شهيره ان الناجح دائما محارب. صح. فيمكن اللي يجيك يصادمك بالموضوع هذا يمكن ما يبي لك الخير، عشان كذا يصادمك عشان تعانده. صح. فحاول انك تنتقي الناس اللي تنصحك. ممتاز. وطبعا بعلق على كلمه على امرين ذكرتهم وكلها مهمه. طبعا. الامر الاول قلت دائما تذكر انه الناجح ايش؟ محارب. محارب. طبعا هذه الكلمه صارت عاد شماعة عند اللي يسوي الخطأ وعند اللي يسوي الصح. صح. اللي يسوي الصح من حق يقول هالكلام. صح. لكن واحد أصلا ما يقدم إلا سواد الوجه ثم يقول الناجح محارب، وش تحاربك عليه؟ نحاربك والله، نحارب قلة الأدب اللي قاعد تسويها. صح. ما نحارب أي نجاح، ما نشوف أي نجاح. أنت قاعد تشوف شيء إحنا ما نشوفه، فهمت علي؟ فعد هذه كل اللي بقشة هذه اللي الكل يتمسك فيها. بصمت. الثانية على موضوع النصيحة، تقول خذ النصيحة من أهل المشورة أو كذا. وكذلك يعني أنا أظن ذكرها قبل شوي أنه مرات لا تجلس تعاتب وتكثر عتب أو كذا، ترى بعضهم يعني لبيب بالإشارة يفهم. ودائما إذا بغيت الشخص يتقبل منك نصيحتك حاول ما تنصحه قدام مجموعة. صحيح. لأنه ترى قد أنه يعاند ويرى أنك أنت يعني كسرت طلعوا خطأ. اي او كسرت او احرجت او كذا، الا في امر واحد لازم عاد تنصح، اذا كان امر يتعلق بالدين. نعم. لانه فيه تصحيح مفاهيم للناس. صحيح. واحد اخطا بايه، واحد قال حكم شرعي خطا، لا هنا انا ما اقدر اجامل. صح. لانه دين، مو لان اللي تكلم فلان، لا لا. صح. لانه هذا امر يتعلق بالدين وتعم الفائده على يا سلام عليك، الفائده على الحضور وعلى من؟ على اللي يتابع. لذلك تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. الله. لذلك شافعي. سام. شافعي. نعم.
لذلك ترى دائما النصيحة قدام الناس تتحول إلى فضيحة، إلا في أمور الشرع أنا أتكلم. حتى في أمور الشرع ترى مرات من المصلحة أنه أنت تنصح الشخص لوحده إذا كان مثلا ما يكون على هوا وقد يتأثر في ناس، أتكلم حسب المكان يعني. فدائما شف إيش الأصلح في النصيحة، أنها تكون أدعى للقبول. ترى حتى النصيحة لها فن ولها طريقة. نعم نعم. يعني إيش فن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم قال يا معاذ والله إني لا أحبك، وكان يبي يوصيه. قال ثم أوصيك يا معاذ. شوف بعد ما قال لا أحبك هو الآن فتح قلب معاذ. أيوة. قال ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف جمال الأسلوب النبوي. اللهم صل وسلم. يوم أبا عمير يوم كان عنده طير وتوفي، كان طفل ويبكي، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يجيبهم بلطف ويجيب طفل. أي نعم، ويعامل الطفل كأنه بعقلية الكبار. ترى هذا من أساليب التربية. أنت اليوم إذا شفت خطأ على مثلا عيالك أو أنت أو أخوانك أو خواتك الصغار، اليوم مرات نشوف مواقف ما تكون جيدة، مثلا أم ولا أب، ويمكن تسمن الآباء أكثر، أنه يوبخ مثلا ولده قدام الناس في الشارع ولا في مكان عام في المدرسة، هذه يقينا بتكون عكسية عليه، تبي تكسر شخصيته، بيصير قدام أخويا مكسور، عينه مكسورة زي مثل ما يقولون. ليش؟ لأن تهزع، فبكرة يعايرونه. فعل قد يراه الأب من أجل مصلحة ولده، لكن في الأخير التبعات مشكلة. بعضهم تكبر معه، تكبر تكبر تكبر، ثم يصير كذا إما انطوائي ولا منعزل عن الناس، ولا أنه شخصيته ضعيفة ما يقدر يأخذ حقه، ما يقدر يدافع عن نفسه. نختم بنقطة التجريح اللي ذكرتها في البداية، وتعمدت أخليها في النهاية. طبعا بس قبل ما أعلق عليها، واحد الأخوات أظن اسمها آمنة أو كذا، أظن كذا لقيت اسمها أمينة. أمينة تقول الله يسامحك أبو غلا، ريان تم ساعة كاملة على البث وهي مدة فقرته، ينتظرهم لو عشان الحفل انسحب بداية الفقرة. فالجمهور لازم، احنا ترى مرات نذب على بعض ومو على بعض، يعتقدون كل شيء جدي، يعتقدون كل شيء جدي. احنا نمزح مع ريان، ولا الشباب ادري انه راح عليهم نومه. ايش هو تم بدهم هم ياخذون منك امور جديه وانت كابك ما مخيه ولا ريان حبيبنا والله. اي والله ابو محمد. اي والله نعم. موضوع التجريح اللي بنختم فيه اليوم، اليوم يا اخواني بعض الناس ما يفرق بين الصراحه وبين الوقاحه، بين النصيحه وبين الفضيحه. يعني اجي مثلا الواحد واجلس اجرح فيه اجرح فيه، ثم يقول خل لمصلحته عشان يتادب. لا ما هو متادب، الا بالعكس بيزيد سوء ادبه معك تحديدا. شلون يتادب وانت قاعد تجرح فيه؟ يلي فيك اللي ما يخطيك. يعني انت الحين بزعمك تبي تغير فيني؟ لا والله لعنت، حتى لو اني اعرف اني على خطا. ترى اخواني الانسان بطبيعته ترى يصير فيه كبر، وما وده انه يعني ينكسر قدام احد. وترى هذا شيء اصلا يعني فطري، ان الانسان ما يبي ينكسر قدام احد. فاذا تبي تنصح احد اختر المكان المناسب والوقت المناسب بعد، مو بواحد في قمه غضبه تجي تنصحه بيفقع وجهك، مو بسامع منك. صدق صح ولا لا؟ صدقت. فاختر الوقت الصحيح. صارت قصه مع واحد من الشباب حلو. سلمت. تقول واخواننا السودانيين يعني عندهم حكمه، فيقول الا واحد علي ما عنده حكمة. لا 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 شوف كله حكمه. فيقول صدمت انا وياه، يقول عنده الاشاره، يقول هو كان السياره اللي كان يقود السياره سياره شركه، فيقول جاء المدير وقام يوبخ سنة. فقال يا اخي قال كلمه، قال والله قال هو اثناء زعل اثناء غضب وقت يعني حادث مروري ما وقت، بس يقول من سنوات ولا زالت عالقه بذهني. فيقول يوم جاء المدير ويتكلم عليه المفروض قال يا اخي لا تعطى النصائح عند المصائب. هو صادق والله. يقول كلمه بسيطه، يقول والله اني بشكل مستمر، يقول الحين اي مشكله تصير قدامي ما اعطي نصيحه. لقيت الكلمه في راسه. إيه؟ لا تعطى النصائح يا اخي، لا تعطى النصائح عند المصائب. خلاص والله كلمه جميله. عاد على طاري السودان، طبعا ترى من احلم الناس صراحه اهل السودان. فكان في سوداني
ومع الظاهر اخ من الجنسيه اليمنيه اذا ما نسيت اظن. تهاوش وعطى معنا سياره هذا حد هذا ما حد جنبه ورفع اصوات ورفع اصوات. فعاد جاء السوداني دخل سيارته وطلع زي العصا. عاد ذاك احس انه في مضاربه. اخذ العصا وسوى كذا وحط خط. قال انت راجل بعد عن الخط. يعني ادخل علي وثم تفاهم معك. حاط طويل انت جايب العصا بالاخير تحط الخط ذا وين. فعاد تراهم اهل حلم صدق يعني والله نحبهم جدا. فعلى كل حال ان يا اخواني دائما ترى انتقل الفاظ مناسبه في نصيحتكم. يا اخي يا اخي لما يجي واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم يجيبونه في حد عشان خمر فقال احد الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه والله ما علمت عنه الا انه يحب الله والرسول. لا اللهم صل وش يا اخواني اقسم بالله. وحنا اذا احد اخطا خطا ما يذكر سفلنا فيه وفي اللي جابوه وفي ليه 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 ليه. فيا اخواني دائما لذلك حديث ترى لا تغضب كررها مرارا لا تغضب لا تغضب. ترى لان دائما نتائجه وخيمه. الغضب نتائجه وخيمه. حتى انهم يقولون اضافه للكلام يقولون لا تتخذ قرار. واضح انك متضافع عجبتها في كل شيء بيقول. لا دائما يقول لا لا والله امزح معك براحتك بالعكس. يقولون لا تتخذ قرار اثناء الغضب. نعم. ولا تعطي وعد عندما تخسر اثناء الفرح. ولا لا تشتري اكل من جوعان. اي نعم هذا هم والله هذا يضيف هو صادق هذي لانه يطلب يطلب يحس بنفسه ما يكفي. إيه؟ والمشكله الجوعان اقل واحد ياكل في الغالب. صدق طبعا شيء غريب. ولا تطبخ جوعان بعد. لذلك لما ارحت نفسي من هم العداوات. ها في احد يذكر الابيات؟ لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات اني احيي عدوي عند رؤيته لادفع الشر عني بالتحيات. الله خلاص ريح نفسك من هم العداوات تبي تعيش مستانس. الله يعينك على الازعاج هذا. اي والله الله يعينك احنا هنا ونسمع. فقعدني يا رجل الله يعني. طيب النقاط مثل